انطلق معرض خير ما زرعنا لأهلنا للمنتجات والسلع الغذائية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، تم افتتاح النسخة الخامسة من معرض السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، وذلك لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 50%، هذا إلى جانب أكثر من 270 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المنافذ المتحركة. المعرض فيه سلع كتيرة متنوعة متعددة، أسعار مناسبة، فيها تخفيض كتير عن الأسعار، يعني الأسعار بصفة عامة بتنخفض، لكن إحنا عشان بنقلل قنوات التسويق وبنتعاون مع الزملاء العارضين في هذه المعارض، يعني في سلع كتيرة جدا فيها خصم أكتر من 25 إلى 30%. هذه المبادرة جاءت تجسيدا للمبادرة الأكبر اللي اتلقت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معا لمحاربة الغلاء. ومبادرة خير ما زرعنا لأهلنا بتتحرك من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول هو المنافذ الثابتة، وعندنا النهاردة الحمد لله 274 منفذ ثابت منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، موجودين في مقرات الإصلاح الزراعي، الطب البيطري، الزراعة، موجودين في بعض محطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، موجودين في مزارع قطاع الإنتاج. بنقدم اللحوم الطازجة، بنقدم الأسماك، بنقدم الدواجن، بنقدم الخضروات، بنقدم كل السلع، السكر، الرز، كل المنتجات اللي احنا بننتجها من مزارعنا بنقدمها إلى الجمهور المصري العظيم. المعرض يستمر طوال شهر رمضان الكريم بمشاركة 70 عارضا لبيع أكثر من 200 سلعة متنوعة تأتي من المزارع للمواطن مباشرة، بما يساهم في توفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية. امبارح عندي نبتدي من 25 تمام لغاية 120، ابو 25 بره حضرتك شغال بره ب 30 35، اسعار مختلفه خالص. عندنا كركديه اسواني، كركديه الاسواني ب 250، عندنا ب 200، عندنا الدوم الاسواني، منتجات جميع انواع الالبان اللي هي جبنه براميلي وجبنه اسطنبولي وجبنه ملح خفيف وجبنه قريش وجميع المعجنات والزبده. طبعا بحاول اساعد ان انا المتوسط الدخل، ودي حاجه في ايدي، يعني انا حاجه مش بتخسرني، حاجه في ايدي ان انا اقدر اساهم، لان انا بنتج الفرخه من مزارعنا مباشر، انا المجزر بتاعنا، التصنيع وحده التصنيع بتاعتنا، فكله من جايبينها من الاول، فانا بقدر ان انا ادي سعر كويس مع التكلفه بتاعتي القليله اللي بحاول اظبطها، فببقى سعيد ان انا بقدر انزل النهارده الفراخ مثلا بره ب 120 او 130، وانا بقدر النهارده ابيعها ب 100 جنيه. معارض متنوعه تنظمها الدوله في اطار الجهود المبذوله لتخفيف العبء عن المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.